انا في اليوم بصرف شويه طاقه. انا هضرب مثال مثلا ان انا شبه العربيه كده، محتاج بنزين عشان اقوم بنشاط اليومي، صح؟ وكل ما هقوم بنشاط اكتر هحتاج بنزين اكتر. البنزين ده في جسمنا حاجه اسمها سعرات، تمام؟ انا عشان اظبط السعرات بتاعتي ليها معادلات وحاجات بسيطه خالص. انا مثلا لو في معادلات بسيطه خالص، لو الراجل بيضرب وزنه في 24 والبنت بتضرب وزنها في 22.2، بيطلع لها رقم، هي دي السعرات بتاعتها. خلاص، ده اللي عايز يبقى ماشي اكيوريت قوي. خلاص، طيب انا مثلا واحد وزني 100 كيلو، ضربته في 24 طلع لي 2400 سعر. المفروض باخد ال 2400 سعر دول بقسمهم على يوم. طيب انا لو عايز اخس، اقلل شويه عن 2400 سعر، عايز ازيد بزود عن ال 2400 سعر، صح كده؟ لان انا لو زي ما قلنا ان هو بنزين يمشينا، صح كده؟ السعرات دي هي اللي هتمشيني. طيب انا عايز اخزن سعرات، اخد زياده فازيد في الوزن. عايز احرق اكتر يبقى اقلل اللي انا صورة.